الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا رب سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان فسبحانك اللهم سبحانك اللهم وأنت رازق الكبير والصغير أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان
وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين.
اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك، اللهم لا تعاجلني بعقوبتك، وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة في الله، أينما كنتم في كل مكان، نحييكم تحية من الله طيبة مباركة، ونحن معكم في مستهل هذا النقل الحي المباشر لشعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم السادس من شهر محرم لعام 1438 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. الجمعة الأولى أيها الإخوة في الله من هذا العام المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على أمة الإسلام وأبناء هذه البلاد المباركة من أقصاها إلى أقصاها. في بلاد أيها الأخوة في الله أحباها الله منزلة رفيعة بهذه المقدسات المباركات التي يفد إليها أبناء الأمة الإسلامية من كل فج عميق، وبقادتها الأوفياء وشعبها المؤمن بالله والمحب للخير وأهله في كل مكان، متكاتفين متحابين متعاونين متحدين في السراء والضراء، في المنشط والمكره، وعند الخطوب واشتداد الكروب، لا يفرق بينهم بغاة التفريق. نحن معكم أيها الأخوة في الله إذن عبر شاشة القرآن الكريم في تلفزيون المملكة العربية السعودية والقنوات السعودية والفضائية والإذاعية المشاركة معنا في هذا النقل الحي المباشر من رحاب الكعبة المشرفة الغراء في هذا اليوم السادس من الشهر المحرم لعام 1438 للهجرة النبوية المباركة، ومع هذه الجموع في أطهر بقعة وأقدس مكان، وجوه مشعة بنور الإيمان تعيش حالة من الخشوع والخضوع والطمأنينة بقربها من بيت الله العتيق، وتعظيمها لشعائر الخالق عز وجل في رحاب النور والهدى وينبوع الذكر والشكر والتسابيح والدعوات.
هذه الهمهمات والتمتمات والدعوات، هذه النظرات والعبرات والخطرات، هذه الأرواح والأنفس والخلجات، هذه الملامح والأفئدة والقلوب والعيون والجوارح تتطاير فرحا بقربها من بيت الله الحرام وكعبته المشرفة، وقد من الله عليهم بالوصول إلى هذا المكان المقدس الذي تتجه إليه أرواحهم وقلوبهم. أفئدة الجموع تطوف في صحن سكاب الدموع، هذه الألوان المختلفة والأطياف المؤتلفة تلتقي هنا أيها الإخوة في الله على دين الحق والعدل والمساواة والخير، تلتقي في رحاب الكعبة المشرفة الغراء، تشتم شذاها المتشعب في شعاب الأجساد، وتتظلل بأفيائها الوارفة بالحمد والثناء لتنعم بقداسة المكان وروحانية الزمان. هذه الصور التي نشاهدها هنا في هذه الرحاب بين تال لكتاب الله الكريم وساجد وراكع وداع ومتفكر ومتدبر من هذه الأجناس المختلفة التي نشاهدها هنا هي صورة للمشهد الإسلامي العظيم، تعكس الوحدة والتلاحم والتمازج حد الاندماج في نسيج واحد، أمة واحدة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، إنه دين التسامح والمحبة والتعايش، دين الفطرة والسلامة والسلام، دين الحب وسلامة القلب ووحدانية الرب، دين الصلاح والبناء والتعمير لا دين الخراب والتدمير، دين الألفة والتقارب والتحابب لا دين التباغض والتنافر والتناحر. هذا الدين العظيم أيها الأخوة في الله الذي لا فرق فيه بين عربي وإعجمي، بين غني أو فقير، إلا بالتقوى، فهم سواسية عند ربهم كأسنان المشط المحكم، أمة واحدة تلتقي هنا. تتعطر هذه الأرض بأرواحهم ودعواتهم وتسابيحهم ليتركوا أثرا عاطرا على ثراها، ويلتقط أثرا كان قد تركه من مر من هنا ممن سبقهم من الأنبياء والصالحين والأخيار وعباد الرحمن من المسلمين أجمعين على مر الحقب والعصور. هذه الأرض المباركة التي لا يكتمل إسلام المرء إلا بالقدوم إليها في حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، تكاد تسمع وقع خطواتهم على صعيدها، وتسمع ما في صدورهم من حب ودعوات وتسابيح وتهليل وتكبير وتحميد،
رافعين أكف الضراعة لخالقهم عز وجل، وهو يضوع عطرا ويضوح بشاشة وأنوارا في وجه زائريه وقاصديه. أرواح وأبصار شاخصة إلى ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. هذه ديار حباها الله منزلة يهفو إليها إلى أفيائها البشر، ماء زلال صفاء الود كوثره، هذا المعين فلا طين ولا كدر. تعال تعال نسعى إلى روض تظلله سحابة الأمن، لا خوف ولا خطر. قبل جدارا رسول الله كرمه، فرف منه جناح وانتشى الحجر. واذرف دموعك واذرف دموعك في شوق وفي وله، فها هنا تذرف العبرات يا عمر، فها هنا تذرف العبرات يا عمر. هذه الأرواح الغريبة أيها الإخوة في الله إلا من خالقها الوحيدة، إلا من مؤانس وحشتها الفقيرة، إلا من رازقها الضعيفة، إلا من محييها وباعثها وحاميها. تتلاقى هنا على صعيد هذه الأرض الطاهرة متمازجة مع أصوات تراتيل والتسابيح والتمتمات بالدعوات، هذه المشاهد التي تتجلى فيها صورة هذا الدين العظيم من صور التعاون والتكاتف ومد يد العون والمساعدة للآخرين. ترى كم شهد التاريخ من هؤلاء العابرين، وكم سيشهد من حكايات وقصص مخبوءة في ذاكرة هذا المكان، كم شهد من خطوات ونبضات ودمعات، كم شهد وشاهد، كم عانق وصافح، كم احتضن واحتوى من أنبياء وصالحين وفاتحين وعلماء وعابدين وزاهدين. إنه بيت القداسات والرحمات الإلهية المنزلة على هذه الأرض، في بلد الخير والنعماء والسلام، بلد النور والأمن والإيمان، مكان الأمن والسكينة، مكان الهدوء النفسي والطمأنينة، ومقر الهدأة وبيت التآلف والتعارف والتحالف والتكاتف. فهو محمي بعناية الرب البصير بعباده والمدبر لشؤون خلقه. فللبيت رب يحميه، ولهذا الوطن رب يحميه، ولهذا الشعب الآمن المؤمن رب يحميه، يحميه من كل يد خبيثة وكل نية فاسدة وكل نفس حاقدة. لقد كانت مكة المكرمة أيها الأخوة في الله ولا تزال قصة للحب الأولي،
فعلى ثراها ابتدأت حكايات القداسة والجلال، وفيها تضوعت أعطر قصة على وجه الوجود للفداء والتضحية. هذه الجموع أيها الأخوة في الله تهب عليهم نسمات الجمعة المباركة في هذا اليوم وهذه الأجواء التي جابتها قدم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وجابت ما بين لابتيها سعيا وجهادا وكفاحا لإعلاء كلمة الله، حتى تكون هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى، جبال ووهاد وسهوب وسهول تقف شاهدة على عمق هذه الرسالة المحمدية الخالدة. وهؤلاء هم عباد الله تالون لكتابه الكريم، وقد أقبلت بقلوبها قبل أجسادها، جاءت بأرواح تهفو لمعانقة ثرى هذه الرحاب الطاهرة، والسعادة تسقي قلوبهم، وقطرات الفرح بالوصول إلى البيت الحرام ترطب وجدانهم. أشرقت على البيت العتيق بأفئدة تخفق فرحا لهذا اللقاء الحميمي الأخاذ، تنظر إلى الكعبة الغراء وتطوف حولها وتقول: كم أنت عظيمة معظمة، وكم أنت مبهجة متوهجة، فيا لسعادة القلوب واطمئنانها وهي تطوف حولك، ويا لفرحة الأرواح وهي تشتم عبيرك. الكعبة الغراء جسر العبور ونقطة الاتصال ونافذة النور إلى السماء، إنها مشاعر الشوق التي يعيشها المسلم، وروحه تتوق ولها وجاذبية لهذا البيت العتيق المعظم، تتمازج مع دعواتهم وتسابيحهم ورجواتهم وحمدهم وشكرهم لخالقهم ورازقهم على ما أنعم به عليهم من النعم الظاهرة والباطنة. ففي مكة لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهفو وتهواه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه، نطوف كأنا بالجنان نطوفها، فلا هم لا غم جميعا نسيناه. اللهم يا غافر ذنوب المستغفرين وراحم قلوب الضعفاء والمساكين ومقيل عثرة العاثرين، نسألك اللهم يا رب الأولين والآخرين أن ترحم ضعفهم وأن تجبر كسرهم وأن تغفر ذنوبنا وذنوبهم. اللهم ارحم موتانا وموتاهم، واجعل الجنة دارهم وقرارهم بمنك وكرمك وعفوك يا أرحم الراحمين. أيها الأخوة في الله، لحظات ويرفع المؤذن محمد علي شاكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله جعل التقوى خير زاد أحمده سبحانه وأشكره والشكر حق واجب له على كل العباد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا أنداد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله شفيع الموحدين يوم التناد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي البر والتقى والرشاد أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ذلك اليوم الذي تكشف فيه السرائر وتعلن المخبآت المكنونات في الصدور يوم توضع موازين العدل وتنشر صحائف الأعمال ويحاسب فيه الخلائق على النقير والقطمير ولا يظلم ربك أحدا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يوم تعنو الوجوه للحي القيوم وتذل أعناق الجبابرة للإله الحق الفرد الصمد ذي العظمة والجلال فيقول وقوله الحق أنا الملك أنا الديان لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يوم تسقط كل القيم إلا قيمة التقوى وتزول الفوارق إلا فوارق الباقيات الصالحات وتهوي كل المعايير إلا معيار العمل المبرور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه
فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يوم يتجهم الخليل لخليله ويعرض عنه، ويتنكر القريب لأقرب الناس إليه وأرفعهم منزلة عنده وأعلاهم مقاما لديه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأعدوا لهذا اليوم عدته وخذوا له أهبته، فمن صدق يقينه جد، ومن علم قرب الغاية استعد. عباد الله، إن إشراق شمس شهر الله المحرم هو مطلع عام جديد وبداية مرحلة من مراحل العمر تبعث على السعادة والغبطة وتشيع السرور في جنبات النفس. أنمن الله على عبده فأمد له في أجله وأطال في عمره حتى أدرك ما قعد بغيره الأجل عن إدراكه، وحظي بما حرم منه من أمسى رهين قبره من أهله وإخوانه وأحبته وعشرائه. وتلك نعمة ما أجلها، ومنة ما أعظمها، وما أعظم حق المنعم بها سبحانه في وجوب الشكر له، في وجوب الشكر له عليها باغتنام فرصتها لاستصلاح ما فسد، وتدارك ما فات، واستكمال ما نقص، بالسعي إلى الترقي في مدارج الباقيات الصالحات واستباق الخيرات. وإن خير ما يقع به الشكر لله رب العالمين المنعم بهذا الإمداد والفسحة في الأجل أن يبدأ المسلم عامه بالصيام الذي تروض فيه النفس على كبح جماحها، على كبح جماحها إزاء الشهوات المحرمة والنزوات والشطحات، وتسمو به لبلوغ الكمالات الروحية، وتغدو به أقرب إلى كل خير يحبه الله ويرضاه، وأبعد عن كل شر حذر منه ونهى عنه. وإن للصيام في هذا الشهر يا عباد الله مزية وفضلا عظيما أخبر عنه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بقوله في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والصوم حين يقع في شهر حرام فإن الفضل يقترن فيه بالفضل، فيتأكد فعله بشرفه في ذاته وبشرف زمانه. وإن آكد الصيام في هذا الشهر صوم يوم عاشوراء، ذلك اليوم الذي نصر الله فيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين على الطاغية فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، والذي تمادى به الطغيان حتى بلغ به أن قال لهم: ما علمت لكم من إله غيري، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى. فكان عاقبته الإهلاك بالغرق في اليم جزاء استكباره واستكبار جنوده في الأرض بغير الحق. وكان أن قص الله نبأ نهاية طغيانه وقطع دابر ظلمه في قرآن يتلى ليكون عبرة للمعتبرين وذكرى
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يدله بذلك على أن العاقبة للمتقين وأن النصر للمؤمنين ولو كان بعد حين. فقال سبحانه: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عباد الله، إن يوم عاشوراء مع كونه يوم النصر لموسى وقومه على الطاغية فرعون وقومه، فإنه مع ذلك من أيام الله التي جعل لها من الفضل العظيم ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ومن السنة يا عباد الله أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، فخذوا بحظكم من هذا الخير، وعظموا ما عظمه الله من أيام باتباع سنة خير الورى صلوات الله وسلامه عليه، واقتفاء أثره، والاهتداء بهديه، والحذر من الابتداع في دين الله ما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فلم يأتِ العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا عن الحكم بن الأعرج أنه قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال محرم فاعدد وأصبح اليوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. وقد استشكل قوم هذا مع ثبوت الأمر بصوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. ومن تأمل مجموع روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما تبين له وجه الصواب فيه، وارتفع عنه الإشكال، وتبين له أيضا سعة علم ابن عباس رضي الله عنهما ودقة فقهه. فإنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع. واكتفى رضي الله عنهما بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع منه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، إما لأنه الأولى أو أنه أخبر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به وعزم على صيامه في المستقبل. وكل هذه الآثار يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم أو وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله عباد الله، واغتنموا هذا الفضل العظيم، واحرصوا على إدراك هذا الخير العميم، وخذوا منه بأوفر النصيب تفوزوا، بالأجر الكريم والثواب الجزيل من الجواد الكريم ذي الجلال والإكرام والطول والإنعام. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، ودمِّر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحِّد صفوفهم، وأصلِح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصُر دينك وكتابك وسُنَّة نبيِّك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق
إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اكتب السلامة والحفظ والتأييد والتسديد لجنودنا في كافة الجبهات. اللهم سلم ومحفظهم، اللهم سلم ومحفظهم، اللهم سلم ومحفظهم. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك، اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك، اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن. وهكذا أيها الأخوة في الله، قضيت شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم،
السادس من شهر محرم لعام 1438 للهجرة، وقد أما المسلمين وخطب فيهم فضيلة الشيخ أسامة خياط الذي تحدث في خطبته عن فضل يوم عاشوراء وفضل صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده بكونه يوما أنجى فيه الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام وأهلك فرعون.